في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل الواجهات الزجاجية بأشكالها المختلفة، ان كان فيها انعكاس، انكسار، ازاز ملون، ازاز شفاف مش ملون، ازاز مشبر. تعالوا نشوف ازاي. انا عندي ده التصميم بتاعي اهو، حاطط انفايرمنت ورا عباره عن بلين، حاطط ورا بلين عباره عن انفايرمنت، وحاطط فيه صوره تمام اهو بالشكل ده، ودي واجهه العماره بتاعتي. هاجي في وش العماره على طول برضو حاطط نفس البلين، عامل له كوبي. البلين ده موجود اهو في الوش وفي الظهر، البلين عشان يظهر معايا في الانعكاس على الازاز. انا عندي الواجهه دي كلها ازاز دي، فبيظهر فيها الانعكاس بتاعي. هعمل ايه بعدين؟ هاجي من هنا اهو وهضغط على الاختيار ده عشان اخليهم اتنين فيو بورت بس، تمام. الجزء ده عندي ليفت وده توب على حسب ما بيظهر عندك يعني. هاجي للجزء ده هخليه كاميرا، هضغط على سي واف 3، وهاجي للجزء ده هخليه هو الرندر بتاعي. هاجي هنا من التوب من اكستندد فيو بورت وهختار كورونا انتر اكتيف، وهضغط كليك كده فيظهر لي على طول الرندر في المكان ده. الحالة الأولى هنخلي الإزاز فيه انعكاس، يعني بيعكس الانفايرومنت اللي حواليه. الحالة الثانية هنخلي الإزاز لونه مزرق في درجة زرقان. الحالة الثالثة هنخلي الإزاز في درجة تشبير، تمام. هختار الإزاز بتاعي وهختار أي سلوت فاضي وهعمل أصين. أول حالة عايز أخلي الإزاز ده فيه انعكاس، فحاجة للرفليكشن وهعمله واحد. الرفليكشن عندي بيكون من زيرو لواحد، الواحد دي اعلى قيمة لي وزيرو اقل قيمة لي، برضو مش هلاقي تغيير. هاجي هنا في الفريشنال اي كيو ار هزود خاصية المادة للانعكاس، هخليها 999 اعلى قيمة، فهلاقي على طول ظهر معايا انعكاس على الازاز بالشكل ده. ممكن اقلل درجة الانعكاس من فريشنال اي كيو ار، يعني ممكن اخليها مثلا 50 فلاقيها قلت بالشكل ده، تمام. فهنخليها 999 زي ما احنا عملنا. طب لو عايزين الازاز يبقى مزرق في درجة زرقان، هنيجي هنا في الريفليكشن ونضغط على اللون ده، تمام، ونختار درجة اللون الازرق بالشكل ده، يبقى كده في درجة ازرق، اوكي. الحالة التانية انا عايز اضيف تشبير على الانعكاس، هاجي هنا في الجلوزنس، الجلوزنس اللي هو التشبير، لو خليته زيرو هيبقى التشبير 100%، لو خليته واحد هيبقى مفيش تشبير، فهو كده مفيش تشبير. هخليه 9/10 فهيبقى في عندي تشبير بالشكل ده، يعني في انعكاس بس مشبر. بالنسبة للانكسار، الحالة الاولى هنخلي الازاز في درجة انكسار، يعني هنشوف اللي جوه المبنى. الحالة التانية نخلي الازاز لونه مزرق، تمام. تعال نرجع القيم دي كلها زي ما كانت. الحالة التانية عايز اعمل انكسار وما خليش فيه انعكاس، انكسار يعني خليني اشوف اللي جوه ولكن مفيش انعكاس، فالانعكاس عندي زيرو زي ما هو اهو، ولكن حاجة في الانكسار هخليه واحد. وحاجة هنا للسن نو ريفراكشن هضغط عليها، فهلاقيه دلوقتي ظهر لي اللي جوه بقي شفاف، الازاز بقي شفاف فظهر لي اللي جوه، يبقى انا كده عملت انكسار. طيب لو عايزين الازاز يبقى في درجة زرقان، هنيجي برضو في الريفراكشن في اللون الابيض ده ونختار درجة اللون الازرق بالشكل ده، يبقى كده خلينا الازاز ازرق. الحالة التالتة ان انا عايز اعمل انعكاس وانكسار مع بعض. تعال نرجع القيم كلها للديفولت. اول حاجة هاجي في الريفليكشن هعمل انعكاس هخليه واحد، وحاجي هنا في الفريشنال اي كيو ار هنخليه، مش هنخليه بقى رقم كبير قوي، تعال نخليه 10، وحاجي هنا في الريفراكشن هخليه برضو هنا واحد بالشكل ده، وهختار الاختيار بتاع نو سن، فهلاقي دلوقتي في عندي انعكاس وانكسار مع بعض الاثنين. ممكن اغير في درجة ده ودرجة ده، تمام. تعالوا في الفريشنال اي كيو ار نقلله نخليه 5، يبقى كده بنقلل الانعكاس اكتر، شايفين كده بيقل الانعكاس. نخليه واحد كده ضاع خالص الانعكاس، تمام. تعالوا نخليه مثلا 20، هتلاقي الانعكاس بيبدا يزيد معاك والانكسار بيبدا يقل. 30 الانعكاس بيزيد والانكسار بيقل. لو عايزين الانعكاس يبقى غير الانعكاس الاصلي اللي احنا عاملينه، يعني تعالوا كده هنا، تعالوا كده نلغي البلين اللي احنا حاطينه في الواجهه ده، ديليت، نحذفه كده. الانعكاس بتاعنا على الانعكاس الواقعي بدون البلين اللي احنا كنا حاطينه، فجايب لي الانفايرمنت اللي هي السماء. تعالوا نحط صوره بدل السماء دي، هاجي هنا
من الريفليكشن وحاجه للبيت ماب، وليكن مثلا الصوره دي كليكين عليها فلاقيها ظهرت معايا على طول بالشكل ده، تمام. وتعالوا الديفيوز نخليه زيرو فتظهر معايا بالشكل ده. طيب الصوره مكرره اكتر من مره، هضغط على الام هنا. التايلنج ده لو زودناه بيكرر الصوره اكتر، بيضغطها. لو قللناه بيعمل ستريتش للصوره. يعني تعالى نخليه مثلا 2/10 2/10 في الاكس وفي الواي، يو في اكس واي اهو، ده الصوره تبدا تبقى كده. كده احنا عملنا ستريتش. تعالى نخلي 1/10. تعالى ممكن نيجي هنا في الاوفست في الاكس وفي الواي برضو، ممكن في الواي كده ايه نعليه لفوق، ممكن في الواي هنا نبدا ننزل لتحت كده اهو بالشكل ده. يعني نبدا نظبط في الاوفست في التايلنج لغايه ما نظبط الفيو اللي احنا عايزينه اللي يبقى ظاهر عندنا. طب انا ممكن في التايلنج هنا في الواي ممكن ايه اكبر، يعني اضغطها شويه نخلي 5/10 اه فتبقى بالشكل ده، يبقى ده الشكل اللي هيظهر معايا. ممكن في الاوفست هنا ابدا ايه اغير بالشكل ده.